السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم معنا توجور من صفحه اثر الثقه. خوتي كما وعدناكم اثر الثقه تواصل معكم دائما بالجديد. خوتنا كما يقول لك زورونا وماشي مشكل، ومرحبا بكم في اي وقت. خوتي اليوم جبنا لكم صانو اكس اس بزاف شبه في لاكولار، يعني شغل في الباش. خوتنا الناس بزاف تحوس على الباش. خوتنا اليوم درنا لكم غوستوكم وخدمناكم في الباش، يعني حخرج بزاف طوب هو ما شاء الله. خوتنا يحتوي على سات بلاص كما راكم تشوفوا في خوتي اللي في دو فوتي. بلس بونكات تاع 3 بلاص و بونكات تاع 2 بلاص. خاوتنا تفضلوا معنا فينيسيون تاعو. خاوتي نبدا لكم هنا كوتي تاعو بزاف شباب. خاوتنا خدمناه بكابيتوني، يعني ما شاء الله تيسي تاعو توجور فيه الريفلي، يعني حاجه قوه. خرج فينيسيون ما شاء الله. لي بي في الاتر خاوتنا مرفود على القاعه، يعني حاجه ما شاء الله. البوندا تاعو كيما راكم تشوفوا فيها خاوتنا خارجه لهنا، يعني اروندي خدمناها لهاد الخطره، يعني حاجه شابه ما شاء الله. فينيسيون قوه خاوتنا. كودوار تاعو يعني صحيح ما شاء الله. خاوتي خاوتنا القاعده تاعو ديمونطاب كيما راكم تشوفوا فيها، يعني حاجه ما شاء الله. عندك فينيسيون تاعو تفضلوا معنا خاوتي، فينيسيون تاعو بزاف شابه خاوتنا. تيسي تاعو توجور فيه الروفلي خاوتي، عندنا كيفاش يبان لك باج، يبان مارون، يبان الخدمة تاعو يعني بزاف شابة خاوتنا، حاجة قوة ما شاء الله وبيان فيني خاوتنا. كيف كيف فينيسيون تاعو بيان فيني، لافورم تاعو بزاف شابة خاوتنا. صانو اكس اس هذا معروف خاوتنا اللي راكم تعرفوه كيما راهو سات بلاص. السعر تاعو 12,800,000 خاوتي، 12,800,000 خاوتنا. ولي غام تاعنا اللي راكم تعرفوه ديك الصانو الصولو والمايا والانزو خاوتنا اللي راهو متواجد معاكم يعني دائما هنا، راكم راح تلقاوه في اخر الفيديو. خاوتنا ما تنساوش لي جام ولي كومونتير وبارطاجيو الماكسيمو، نحن الاصل والباقي تقليد. خاوتي ربي يحفظكم لينا ويعطيكم صحه. سلام أحبابنا ومتابعينا الكرام، يشرفنا إعلامكم بأن قاعة عرض محل أثاث الثقة متواجدة فقط على مستوى مدينة القلاع بحي كركوبة بالتحديد أمام مخبر تحاليل الدم، وأي محل خارج مدينة القلاع هو مجرد تقليد. نحن الأصل والباقي تقليد.